أوصل في الأخير خالص لمعنى اسم الله الأول، يعني يبقى الله الأول في حياتي. فلما عايز أجيب فلوس أدور على الأول أحبتي ولازل لي نفسي. من الأهمية بمكان أن نتعلم أن نتعرف على الله. اقترب، تعال تعال. أنت مخصص المسجد ليه؟ أنت متضايق من المسجد ليه؟ أنت كاره المسجد ليه؟ أنت ليه المباراة لما بتخلص بتزعل ونقول أنت عايز وقت إضافي؟ فخرج منها خائفا يترقب، غريب، فقير، ضعيف، مريض، جائع.